معاكم الدكتور رائد إبراهيم العودات، استشاري جراحة العظام والمفاصل والكسور وتبديل المفاصل الصناعية. احنا اليوم بنرحب فيكم، بدنا نحكي لكم عن عملية اليوم سيتم إجراءها في مستشفى الاستقلال، عملية تبديل مفصل صناعي للركبة لمريضة من دولة الكويت الشقيقة. أنا حاب بس أحكي ملاحظات بسيطة عن إجراء هذه العملية، جداً مهمة لكل طبيب وللمريض. أولاً، إحنا في هذا المستشفى الحمد لله تم تدريب كوادر طبية كاملة لإجراء مثل هذه العمليات، فعندنا إحنا كادر تمريضي مدرب في الأقسام للتعامل مع هذه الحالات، عندنا كادر تمريضي مهني يساعد الطبيب في إجراء هذه العمليات، وعندنا طبعاً والأهم اللي هو الكادر التخديري الرائع جداً اللي صحيح ريحنا وريح المريض في إجراء مثل هذه العمليات. وعندنا طاقم من العلاج الفيزيائي الطبيعي اللي هو مهم جداً للمريض ولنجاح العملية ما بعد إجراء هذه العملية. والحمد لله في هذا المستشفى تم إجراء مئات العمليات لتبديل مفاصل الحوض الركبة. إذا احنا في هذا المستشفى الحمد لله كوننا أطقم وأفرقة ممتازة جداً للتعامل لمثل هذه الحالات. طبعاً هذا العمل الرائع يؤدي إلى نجاح هذه العملية ويؤدي إلى إعطاء سمعة ممتازة عن المستشفى. الصحيح أنا بحب كمان إن الدكتور فيصل الاستشاري التخدير عندنا في المستشفى إنه يحكي لنا عن طريقة تخدير المريض اللي الصحيح كثير ريحنا وريح المريض لإجراء مثل هذه العمليات. دكتور فيصل، أسعد الله أوقاتكم جميعاً. أنا بشرفني اليوم أكون مع الدكتور رائد عودات في مثل هذه العملية. طبعاً عملية استبدال مفصل الركبة كانت فيما مضى عملية صعبة ومزعجة للمرضى، ويعاني المريض فيما بعد العملية من آلام شديدة، لكن بفضل الطرق التخديرية الحديثة في هذه الأيام أصبحت عملية سهلة وبسيطة. نحن نعمل للمريض تخدير نصفي نسميه إبيديورال أنستيزيا، نترك هنالك أنبوب أو بربيش صغير في ظهر المريض حتى يتم إعطاء أدوية التخدير للمريض أثناء العملية وبعد العملية، بحيث تكون العملية سهلة وبسيطة من دون آلام، ويستطيع المريض أن يتحرك بأسرع وقت ممكن، ويستطيع الفريق الطبي الذي وكلت إليه مهمة العلاج الطبيعي أن يحرك المريض وأن يعطيه التمارين المناسبة بدون آلام وبدون الحاجة للمسكنات الوريدية. فأنا أنصح كل مريض أن يختار، إذا خير بين التخدير الكامل والتخدير النصفي أو الإبديور الأنستيزيا، تخدير ما فوق الجافية، أن يختار هذا النوع، حيث أن هذه العمليات هي للمرضى كبار السن، فإذا استطعنا أن نجنب كبار السن التخدير الكامل فهذا هو الخيار الأفضل والخيار الأنسب. ونحن كما عودناكم دائما في مستشفى الاستقلال أن نكون عند حسن ظنكم وأن نقدم لكم الخدمة الطبية المميزة والرائعة. أنا برحب بالمرضى جميعاً للقدوم مستشفى الاستقلال، وهو إن شاء الله بأيدي أمينة، وإحنا جميعاً الفريق كامل نسعى لراحة وخدمة المريض، وأهلا وسهلا فيكم.